مبروك طبعا للنادي الاهلي الظهور بهذا الشكل، لكن جماهير النادي الاهلي ما كانتش مبسوطه. هل بقى حضرتك كنت متوقع هذا السيناريو ان احنا نوصل ل 120 دقيقه واداء النادي الاهلي خلال فترات المباراه كان عامل ازاي؟ لا هي مش حكايه توقع، بس انت بتلعب ماتش نهائي فيوتشر، فرقه كويسه جدا متميزه. النادي الاهلي تفوق في الشوط الاولاني، هتلاحظ نفس التشكيله اللي لعب بيها النادي الاهلي دي لعب بيها ماتش اتحاد جده مع بعض التفاصيل، يعني عدم وجود الشناوي وجود مصطفى شوبير، الاداء نفسه بنفس الشكل. فانت مستمر في ادائك اكتر من 60 دقيقه بشكل جيد ومتفوق، لكن في كره القدم ما تتوقعش ان انت بتنهي المباراه طالما جات لك فرص ازيد ان انت تزود النتيجه. وفيوتشر رجع بخطأين، او نقدر نقول خطا يعني لقله خبره مصطفى شوبير، ان هو بيستقبل كوره بهذا الشكل فبيغلط، فقدامه مهاجم كويس عمر السعيد افضل بكتير في فيوتشر من مروان محسن وافضل بكتير من احمد عاطف. عشان كده يعني هتلاحظ ان قوه عمر السعيد في الجري اكبر من الاثنين التانيين، فقدر ان هو يتصدى للكوره وما يرتكبش اخطاء ويحرز الهدف الاول. ثم محمد محمود بالتسديده اللي هي دايما بتيجي بنفس الشكل برضه لعدم الضغط على اللاعب او عدم عمل بلوك على بس اللاعب. غيرت اتجاهها فاعتقد حتى لو غيرت اتجاهها انت هتلاحظ ان هي راحه في نفس اتجاه حارس المرمى. برضه دي قله خبره من يعني مصطفى شوبير معذور لانه ما خدش خبرة كتير، ما بيشاركش كتير، فما بيجيله لقطات او كور يعني في اماكن محددة هو بيتصرف فيها، لانه لو بيشارك كان مش هيعمل الخطأ الاولاني او هيتصدى للكرة التانية بشكل. لان احنا لومنا الشناوي في كرة من الكرات بتاع صن داونز ان هو ما مدش ايده زيادة عشان الكرة تيجي في نفس التسديدة من نفس المكان ده تقريبا، او يمكن كانت الكرة مرتفعة شوية. لكن في مجمل النهايه انت بتلعب قدام فريق كويس. اتنين الاهلي لازم يقسم المباراه لانه فريق مجهد، فريق خمس ماتشات قويه جدا في مده قليله زمنيه. صحيح كولر تعامل معاه بشكل كويس، صحيح الجهاز الطبي للنادي الاهلي برضه تعامل مع الموقف بشكل كويس، لكن ما تقدرش تطالب النادي الاهلي ان هو يفضل يضغط على الفرقه المنافسه بتاعته طوال 90 دقيقه. هو قدر ان هو يحقق اهدافه وجاب جونين. حتى كرة القدم بتتحمل أي حاجة وأنت بتلعب قدام فريق برضه كبير ومعاه مدرب وبيقدر يغير تركيبة الفرقة، عمل تعديلات في فرقته، عنده اتنين لاعيبة كويسين جدا أفارقة، جوما اللي هو كان مهدد قوي للنادي الأهلي أول ما نزل، فبالتالي أنت أمام ماتش نهائي حلو جدا، في جمهور كويس جدا، لكن حققت أهدافك من المباراة، حققت أهم هدف اللي حققه كولر امبارح مودست، انه انت اكتشفت اللي احنا بنتكلم عليه من زمان جدا، انه مودست ملوش في لعب رجلين، يعني ما تدلوش كره على الارض، ما تدلوش كره سريعه، هو مش لاعب سريع، هو لاعب في وسط الصندوق تجي له كره عرضيه على ارتفاع معين بيلعب بدماغه كويس. في مهاجم تخصصه ده بس؟ بيبقى في مهاجمين اللي احنا دايما بنسموهم المهاجم الكلاسيكي، اللي هو كل وظيفته داخل الصندوق، انت مش عايز حاجه، انت عايزه بس يوسع للي جايين من الخلف وينتهز الفرص اللي تتاح لي ويكون مظبوطه. علي معلول امبارح رفع له الكره المظبوطه اللي احنا من ساعه ما جه، ودي نقطه ثانيه، يعني دي بقى فكره التناغم بين اللعيبه ومعرفه قدرات بعض، دي طبعا دي برده مهمه. بس سؤالي بقى ليك وحضرتك تتكلم يا استاذ طارق، انه فيوتشر امبارح صحح لي لو انا فهمت كلامك برده غلط او صح، قول لي يعني هل فيوتشر حقق الهدفين دول مش عشان فيوتشر قادر ان هو او لاعبته تستاهل ان هي تحرز هدفين او تحرز هدفين امام الاهلي، وكل ده الهدفين دول جم بسبب خطا من مصطفى شوبير، ولا لا كانوا هدفين مستحقين؟ طيب بصي، دايما الاهداف بتيجي نتيجه اخطاء، يعني اهداف الاهلي مش دايما، لا اي اهداف بتيجي نتيجه اخطاء من المدافعين او حارس المرمى، اي هدف عدم تمركز كويس، عدم سيطرة على الكرة بشكل كويس، المهاجم سبقك بخطوة، دي كلها بتبقى في مفردات كرة القدم. لكن بتيجي نتيجة ايه؟ اجتهاد وجمل بتتعمل وضغط على المنافس حتى يرتكب الخطأ. يعني لعيب فيوتشر امبارح لو ما جابوش الجون الأولاني كان هيجيبوا الجون التاني. ليه؟ لأنه هو طبيعي ما فيش ضغط على محمد محمود وهو بيشوط. محمد عبد المنعم حب يسند على مصطفى شوبير، مصطفى شوبير فكر غلط. يعني التفكير هنا برضه ده عمل الشناوي قبل كده، يعني نفس المشهد ده. محمد عبد المنعم رجع له الكوره، خدوا الكوره ناحيه اليمين، كان مهاجم بيراميدز جاي
قام خاطف الكوره وحاططها جون. كل حراس العالم ومدافعين العالم بيعملوا القصه دي. قدره المهاجم هنا بقى هي اللي بتبان، انا اقدر استغل الخطا بتاعك ولا ما اقدرش. المشهد ده لو كان احمد عاطف موجود فيه ما كانتش هتيجي جون، لانه ما بيضغطش كويس. حضرتك بصيتي، لو بصيتي على احمد عاطف مهاجم فيوتشر امبارح، اكتر من كوره في اكتر من موقف كان ممكن يتصرف فيها بشكل تاني يشكل خطوره على مرمى الاهلي ما عملهاش. فبالتالي هنا قدره المهاجم اللي هو عمر السعيد ان هو ضغط على مصطفى شوبير لغايه ما غلطه. محمد محمود بص يعني على المشهد. انا هقول لحضرتك سالت السؤال ده ليه؟ سالت السؤال ده لحاجتين. اولا انه فكره انه تحميل الخطا على مصطفى شوبير فقط، انه الهدفين دول بسبب مصطفى شوبير، ده من جانب. ومن جانب اخر انه لا، لو في لعبه حلوه اتلعبت ان كان من عمر سعيد، حتى لو قدر ان هو يضغط او قدر ان هو حتى يجبر اللي قدامه ان هو يرتكب خطا، فيبقى هدف مستحق. ما انت هتلاحظ ان انا قلت ان عمر السعيد قدراته اكتر من محمد عاطف، فقدراته هنا ان هو ضغط على حارس المرمى وانتهز فرصه الخطا. هي ده تفكير المهاجم، بيختلف عن تفكير المهاجم. لكن في النهايه ناتج ايه عن الهدف؟ جه نتيجه ايه؟ ان محمد عبد المنعم سند على مصطفى، مصطفى فكر بطريقه تانية، لانه هو انت عارف لو هو واقف وفكر صح، ودي نقص الخبره بقى، كان رجعها لعبد المنعم تاني. يعني ببساطه انا برجعها، انت بترجعها لي انا برجعها لك، عشان نفك الضغط بتاع المهاجم اللي عليا. لكن اما خدها ناحيه اليمين والكره طولت بتطول ملي، طولت ملي، هنا قدره المهاجم بقى، تفكير المهاجم السريع ان هو ايه، تصدى للكوره. ده بيبقى ناتج خطا الحارس او خطا المدافع مع قدرات تفكير المهاجم. ودي كلها هتلاحظ كل الاجوان كده، مدافع بيتمركز غلط. يعني كهربا في الجون الاولاني طلع اكتر من المدافع سنه وحرك دماغه بشكل صحيح. كهربا في لومينزي جات له الكوره دي اللي هو في كاس العالم، جات له نفس الكوره بس اتصرف بيها بطريقه ما كانتش من ركنيه، كانت مرفوعه خبطت وجات له من رجل، لكن ايه، بنفس الكوره بس اتصرف فيها بشكل تاني خلاف اللي اتصرف فيه امبارح. حسين الشحات لما استقبل الكوره ولعبها نفس الكوره دي برضه هتلاقي جت وضاعت منه. فهنا بس قدرات المهاجم مع اخطاء المدافعين بينتج عنها اهداف. لكن فيوتشر في الشوط الثاني مختلف عن الشوط الاولاني، لان حتى كولر لما سحب الثلاثي الامامي، يعني لما سحب حسين الشحات، سحب كهربا، سحب بيرستاو، سحب امام عاشور، سحب اعتقد مره، يعني ايه، نزل ناس تانيين. مجدي قفشه ما بيلعبش بقاله اكتر من 3-4 ماتشات، فبتحصل نوع من الخلل شويه. قدرات اللعيبه عقبال ما تتالف بقى مع بعض ويفهموا بعض. هل كولر فهم الدرس ده؟ لانه برضو بالمناسبه دول عندهم حلول فرديه، يعني بجانب ان وجودهم في الملعب فارق، هم كمان عندهم حلول فرديه، مش مساله تنسيق فقط او تناغم مع اللعيبه. اللي طلع اللي هي القوه الضربه بتاعته، بس هو مرغم. بس عمل مجهود كبير جدا، حسين وكهربا وامام عملوا مجهود كبير جدا، ولاعيبه مرهقه بتلعب اساسيه في كل وقت، فلازم استبدلها ولازم ادي فرصه للعيبه الثانيه انها تنزل. اللعيبه الثانيه اللي نزلت خدوا وقت، اللي هي ال 10 دقائق بقى اللي هو ايه، اللي جه فيها الجونين، الاهلي بدا يتراجع وفيوتشر بيضغط. يعني ده الفتره اللي هم بداوا لسه يحاولوا يتاقلموا. يعني مجدي قفشه لسه بياخد على الكوره، كريم فؤاد بيجري لكن من غير هدف، يعني بيجري وبياخد فرص من غير هدف. مودست لسه، هتلاحظ الجمهور مودست لما كان يمسك الكوره الجمهور يبدا يزوم عليه، يعني حتى لما يغلط مش عاجبه، لكن قدر ان هو يستعيد نفسه بايه، بكره علي معلول والاسيست اللي هو عمله لكريم فؤاد بدماغه. فده رجع ثقه الجمهور فيه شويه. كولر بقى مبسوط ان هو بدا المهاجم شويه، ولا هياخد الدعم بقى من الجمهور بالظبط، لانه هو انتهز فرصتين دول بقى اللي جوله، ان هيبدا شويه بشويه يبدا ياخد، يخش شويه بشويه مع الفرقه. رهان كولر عليه جاب له نتيجه، لكن في الاجمالا انت ما تقدرش تحاسب كولر على فترات هبوط او تغييرات. طاهر محمد طاهر كان امبارح كويس جدا، بس ايه، الفينش بتاعه لسه محتاج تعديل، خاصه ان هو بيغير مركزه. مجدي قفشه عنده نفس العيب اللي هو يمسك الكوره ويلف حوالين نفسه. طب دي كلها حاجات بتتعالج في التدريبات، بس فين التدريب؟ انت كل يومين ثلاثه ماتش، فما بتلحقش ما بين الاستشفاء وبين تصحيح اخطاء. فبالتالي انت ليك المجمل اللي هو فاز بالبطوله، فاز بالثالث العالم. وقصه بقى ان الاهلي كان يقدر يوصل للنهائي وفلومينزي طيب دي قدرات امبارح كولر مستفيد من ماتش فلومينزي في حاجتين.
اللي هي التسديدات من الخارج. اثنين الضغط الثلاثي، الاهلي كان بيعمل دايما يا اما ضغط فردي او ضغط ثلاثي على حامل الكوره، اي لاعب عليه ماسك الكوره كان بيبقى واحد والتاني بيبقى وراه. امبارح هتلاحظ اي لاعب من فيوتشر ماسك الكوره اثنين بيروحوا له او ثلاثه بيروحوا له. ده لو رجعت ماتش فلومنسي هتلاقيه لاعبي فلومنسي كانوا بيعملوا بالشكل ده، هو الضغط الثلاثي على طول عشان يديلك ما يديلكش فرصه تلعب الكوره. فبالتالي انا ما اقدرش اقول لك ماتش سهل جدا، لا مفيش ماتش سهل جدا. اديني اماره ان ماتش مثلا فلومنسي سهل جدا، انت ضيعت فرص، ضيعت فرص، محدش يقدر يتكلم في دي، بس هم برضو ضيعوا فرص اللي هي الكوره اللي جت في العارضه. فبالتالي انت بتلعب برضو مع فريق قوي وفريق كبير، هتقول لي اعمار، احنا ما حسيناش بالاعمار، فما فيش حاجه اسمها ماتش سهل وماتش صعب. كل الماتشات بالنسبه لك بتعد صعبه، كل ماتشات الفرق اللي قدامك بتحاول تاخد منك نقطه، بتحاول تكسبك، فبالتالي الصراع والانضباط بتاعك هو المهم. لا واحنا حافظين اي ماتش بنقول عليه سهل للاسف بنخرج منه يعني مش بألطف النتائج، بس ما علينا. خلينا نروح لسيراميكا كليوباترا وبيراميدز. نتيجه كبيره جدا 5-4، طبعا بيراميدز فاز على سيراميكا كليوباترا بنتيجه 5-4، نتيجه كبيره، خاصه كمان النتيجه دي اتحققت بركلات الترجيح، كانت النتيجه كانت 1-1 كانت عادل بالظبط. ما هو سيراميكا تفوق الاول 1-0 وبعدين جه تعادل بيراميدز، وصلت ضربات الترجيح. ضربات الترجيح دايما بترضي الفريقين لان انت ما تقدريش تتكلمي فيها. قبلها بيراميدز عامل ماراثون مع فيوتشر اكتر من 17 او 18 ضربه ترجيح، وفاز فيوتشر بضربات الترجيح. لكن الاداء ما بين الفريقين، يعني سيراميكا مضيع اجوان ما تضيعش، اللي هو يعني مثلا كره احمد ياسر ريان، احمد ياسر ريان لو كان بس زق الكرة بطرف صباعه او بسن الجزمه زي ما بنقول، او خلاها تمشي لوحدها، الكرة دي جون. لكن هو حاول ان هو يتخنها قوي او يضمنها قوي فشاطها جت في العرض، ودي ما تتشطش يعني. هنا برضو اللي احنا بنتكلم عليه تفكير المهاجم، انا الكرة دي مرمى مفتوح بالنسبه لي، هقدر اشوطها ولا اقدر اسندها؟ هو ده مشاطها الكرة راحت العارضه، لكن لو سندها الكرة في الجون فتكسب المباراه. زي جوما في الكوره بتاعته اللي ضاعت من مع النادي الاهلي برضه، هو شاطها جت في رجل اللاعب رجعت. لكن احنا بنتكلم احمد ياسر ريان مضيع جون، قندوسي جاب جون كويس جدا. اداء سيراميكا كان اعلى من اداء بيراميدز، لكن في النهايه اتعادلوا. رحت لضربات الترجيح، ضربات الترجيح بقى بتبقى قدرات الحارس وقدرات اللي بيسدد. فسيراميكا خسر على اخر كوره، فبالتالي يستحق ان بيراميدز انه ياخد المركز الثالث. لكن من ناحيه الجوائز احنا عندنا كل مرضي في القصه دي، يعني الاهلي 250 الف دولار، فيوتشر 150 الف، بيراميدز 75، سيراميكا واخد 50 الف، فاحنا كلنا واخدين جوائز صحيح بتتفاوت، لكن في النهايه احنا كلنا راجعين كسبانين من البطوله صحيح. الجوائز بتاعتها. ثانيا بس هي جمهور الاهلي اللي كان موجود، هي بقى دي الحاجه الوحيده اللي لازم المنظم يبقى واخد باله منها في النسخ القادمه، لان يعني النسخ القادمه تبقى مختلفه. انت ما تضمنش النهارده سيراميكا هيرجع ولا مش هيرجع، بيراميدز هيرجع ولا مش هيرجع. احنا بنتكلم على المشاركات، اكتر انديه مشاركه الاهلي والزمالك. فانت النسخ الجايه لو شاركت معاك فرق ما عندهاش جماهيريه قويه لازم تبقى عامل حساب الجمهور. الجمهور امبارح كان كله جمهور اهلي، ماتش الاولاني سيراميكا والاهلي ده لان الفرق جديده، الفرق جديده وما هياش جماهيريه قوي لسه. جماهيريه يبقى انا لازم اعمل حساب ده، يبقى نظريه ان انا يبقى عندي جمهور في الملعب لازم اعمل له حساب كويس جدا. وحتى النسخ اللي جايه لو فيها انديه جماهيريه، انا بقول لك من دلوقتي في العالم العربي لو هتتعمل في الامارات وده طبيعي، في لسه اربع نسخ تقريبا في الامارات، مفيش الاهلي والزمالك. يعني حتى مع كل احترام وديتي مصر وديتي الاتحاد على نظريه اللي قالها الحاج عامر ان احنا هنعمل حساب الفرق الجماهيريه، وديتي كل الفرق دي هي اهلي وزمالك، يعني هي جمهور الجاليه المصريه هناك هتلاقي اهلي هتلاقي زمالك، فلازم تعملي حساب الجمهور عشان شكل الجمهور بيبقى مختلف تماما في البطولات اللي زي كده. لكن في النهايه طبعا مبروك النادي الاهلي، مبروك البطوله، طلع بشكل كويس،